بدأت القوات الحكومية الأوكرانية الأربعاء في الانسحاب من بلدة ديبالتسيف في شرق البلاد، والتي يحاصرها انفصاليون موالون لروسيا منذ أسابيع. وتجاهلت القوات التابعة للانفصاليين وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه بالفعل يوم الأحد الماضي، ووصلت القتال داخل البلدة الاستراتيجية. وقال الانفصاليون إن الاتفاقية التي توصل إليها زعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة في بروكسل الأسبوع الماضي لا تنطبق على ديبالتسيف، والتي تقع على خط سكك حديدية مهم يربط بين منطقتين رئيسيتين يسيطر عليهما الانفصاليون في الشرق. وأعطى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمرا لقوات الجيش بالانسحاب من ديبالتسيف بعد أن قال أعضاء البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا إن الانفصاليين منعوهم من دخول المدينة. كان بوروشينكو قد أعلن تنفيذ قواته لانسحاب مخطط ومنظم من بلدة ديبالتسيف، وقال إن 80% من قواته انسحبت من ديبالتسيف بجميع أسلحتها ومعداتها، وإنه من المتوقع أن ينسحب طابوران آخران. لكن بوروشينكو اتهم روسيا بانتهاك اتفاقية مينسك. خلال محادثاتي مع زعماء كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، طالبنا بأن يتخذ العالم رد فعل قوي إزاء انتهاك روسيا الوحشي لاتفاقيات مينسك ولوقف إطلاق النار، وسنستعد لاتخاذ ردود فعل منظمة ومنسقة. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الموقف بشأن بلدة ديبالتسيف كان معروفا وواضحا خلال محادثات القمة الرباعية التي عقدت في مينسك، كما أن الرئيس الأوكراني قال حينئذ إنه لا توجد مشكلة في ديبالتسيف. وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في موسكو أنه كانت هناك محاولات للتوصل إلى تفاهم بشأن ديبالتسيف وإيجاد حل لهذه المشكلة، لكنها باءت بالفشل، إلا أنه أشار إلى ضرورة تهدئة الوضع هناك ووقف القتال. خالد حسين، رايترز.